The electric field is decreasing inversely proportional with the distance r from the object if the object is. هل هو point charge؟ طبعا هيكون متناسب عكسيا مع مربع المسافة مش مع المسافة. وهنا بيقول inversely proportional with the distance r مش with the square of distance r. بالنسبة لللاين الاي بتاعته لمدة على 2 باي ايبسل نوت ار، فهنا فعلا اي تتناسب عكسيا مع 1 على ار، فعلى ار بس مش على مربع الار. هل بيقول ان انفينيتلي لارج يونيفورم بلين اوف تشارج؟ لا، احنا عارفين ان اليونيفورم بلين لو كان انفينيتلي ما بتاثرش خالص بالار، لان الاي بتساوي سيجما على 2 ايبسل نوت. بيقول a uniformly charged ring، برضو الرينج قانونها لا ملوش علاقة بالواحد على r، يعني هنا في المسافة هي تربيع وهنا كمان في أس 3 على 2، فلو ما خدناش ده في الاعتبار هيبقى x كأن x على x تكعيب فكأنه على تربيع، فالوحيدة اللي هو inversely proportional with r هو بس اللاين.